المستدامة وتعزيز الرباعية الشاملة. هو تعزيز التعاون بين القطاعات كافة في محافظة ميسان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي هي 17 هدف حسب ما قررتها الأمم المتحدة، منها القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، الصحة والرفاه، التعليم الجيد، تحقيق الشراكات. تهدف كليتنا هنا إذا تكون ركيزة أساسية في تحقيق هذا الهدف من خلال خلق فرص فعالة. بالنسبة لتحقيق هدف القضاء على الفقر والجوع، كليتنا تتبنى مشاريع للقضاء على الفقر والجوع من خلال رعاية وكفالة عوائل والأيتام، بالإضافة إلى خلق فرص عمل ملائمة للأشخاص هنا. بالنسبة إلى المساواة بين الأشخاص أو بين الجنسين، تنتهج كليتنا برامج ومؤتمرات خاصة للتوعية في حقوق المرأة والقضاء على العنف ضد المرأة. نعم، لو طبقت التنمية المستدامة بشكل صحيح ممكن أن تحد من نسب البطالة وفتح فرص العمل أمام العاجزين عن العمل، بالتالي النهوض بالواقع البيئي في محافظة ميسان وخلق فرص اقتصادية والتقليل من نسب البطالة، بالتالي نشوب حركة الحركة العلمية والتعاون الاقتصادي في المنطقة. حيث يهدف هذا المؤتمر إلى التحديات والفرص التي تواجه التنمية المستدامة وما هي الحلول لهذه التحديات. أيضا ركز هذا المؤتمر على فرص النجاح التي كانت موجودة من خلال التنمية المستدامة وجعلها أيقونة لكل من يريد أن يحتذي بهذا النموذج، حيث حققت التنمية المستدامة نجاحات واسعة، ولاحظنا ذلك من خلال زيارة السيد رئيس الوزراء إلى محافظات العراق، وكذلك خلق فرص عمل وإيجاد بعض وخلق بعض المؤتمرات من أجل جعل التنمية المستدامة أيقونة للنجاح. الدكتورة عبير الحسيني، قسم الصيدلة، كلية المنارة، العلوم الطبية. كانت ميسان الأستاذ الدكتور عادل مانع لإلقاء كلمته.